ورحمة الله وبركاته. هنكمل ان شاء الله الفايل بتاعنا. دلوقتي معانا من سلايد رقم 96 باين، يعني مهم. نقول بقى البلروبين. البلروبين ده بيحصل له كونجيوجيشن فين؟ في الميكروزومز بتاعت الليبيد سايتس. البلروبين بيحصل له كونجيوجيشن في الليبيد سايتس. بعد كده الكونسنتريشن بتاع الكونجيجيتد بالروبين بيقول لك ان هو بيكون ايه، which is true. ايه اللي صح؟ قالك اليورين of healthy subject is typically undetectable، يعني هو في اليورين في الهيل ما يكون ان هو الشخص ده يلسي بيبقى undetectable يعني. بعد كده بيقول سيرم الانين اللي هو الالت ده، الانين امين ترانسفيريز، هو بيزيد في مين؟ في الالكحوليك. بص الت بيزيد في الالكحوليك. الالت بيزيد في الالكحوليك. بعد كده the serum alkaline phosphatase concentration which is true، انه اصلا درايف الالكالين فوسفاتيز ده بيتميز بان هو موجود في الليفر والبون والسمول باول والبلاسينتا، يعني هو مميز يعني مش سبيسيفيك الليفر بس، لا ليفر وبون وسمول باول وبلاسينتا. ليفر وثلاثة بي بقى، بون وباول وبلاسينتا، نحط معاهم الليفر. The investigation of the suspected liver disease which is true، واحد عنده ليفر ديزيز انا ممكن اعمل له انفيستيجيشن ايه، اعمل له التراسونوجرافي، اعمل له سونار، اعمل له التراسونوجرافي عشان اشوف بقى هو ايه، سوليد ولا هو سيستيك ميسيس ولا ايه. يبقى هو اعمل له سونار. يبقى لو واحد عنده ليفر ديزيز هعمل له ايه؟ التراسونوجرافي، عشان يعني استنجواش السوليد فروم سيستيك. خدوا بالكم ان هي اول واحده عشان افرق بين السوليد والسيستيك، تحت التراسونوجرافي برضو بس ديت لا عشان افرق بين السوليد والسيستيك. بتساعد دايجنوزس ابستراكت جونز انكلود اول اكسبت، قال ان هو بتساعد دايجنوزس ابستراكتيف اللي اصلا دارك يورين بيل ستول، مش هاي كالرد ستول، لا هو دارك يورين والستول بيل مش هاي كالرد يعني. بعد كده كومن مالجنانت تيومر ان جول بلادر ادينو كارسينوم، قلنا ان ادينو كارسينوم كومن في الجول بلادر والستمك. بعد كده بيقول لك the following indication for liver biopsy except، مش بعمل بيوبسي في حاله ايه لو الواحد ده عنده اصلا liver enzymes دي عاليه بسبب الابليبسي وفينيتين. انا عارف انها عاليه بسبب الابليبسي او الفينيتين ديت، فمش محتاجه اعمل liver biopsy. يبقى السبب اصلا مش الليفر، لا ده بسبب الابليبسي والفينيتين. بعد كده which the following precipitate prosta بورتا سيستماتيك، ما عدا ايه الدايريا. يعني بورتا سيستماتيك الموضوع اصعب من اعقد من الدايريا، يعني بورتا سيستماتيك انكفالوبسي مش الدايريا، مش الدايريا تمام. بعد كده the following drug cause cholestatic jaundice، انا درج من دول بيعمل cholestatic jaundice، الاريثروميسين هو اللي بيعمل cholestatic jaundice، اريثروميسين cholestatic jaundice. the following statement are true of ascites except، ان الهاي بروتين كونتنت دوت مع الكحوليك بيشنت، يعني لا هو مش مع الكحوليك بيشنت، مش مع هاي بروتين كونتنت. يبقى الاسايتس كله صح ما عدا ايه، ان هي هاي بروتين كونتنت مع البيشنت اللي معاه الكحوليك ليفر ديزيز. the following true of risk factor of development of hepatocellular carcinoma، قالك ان الفيميلز جماعة الكارسينوما اصلا مرض رجالة اكتر من الستات، يعني الفيميلز مش greater risk زي الميلز، العكس. بعد كده patient with high grade fever، غالبا الهاي جريد فيفر دي بتبقى نتيجه تكسير في الليفر، ده بيبقى في الليفر ابسس، بتبقى في بايروجينز معينه كده دي بترفع درجه الحراره. بعد كده دايليتد ريجيد بينلس جول بلادر، بص يا سيدي دايليتد ريجيد بينلس جول بلادر معناها ان هو ان هي دايليتد، يعني معناها ان في كونجيشن، وفي معناها ان في اوبستراكشن. اوبستراكشن ده نتيجه كانسر اوف البنكرياس. بعد كده امبورتنت فيزيكال ساين اوف بورتال هايبرتنشن، جماعه البورتال هايبرتنشن ده بيروح على السبلين يعمل كونجيشن، بيروح على الجاستريك ميكوز بيعمل كونجيشن، فبيدخل الشخص ده اصلا في سبلينوميجالي، ودي اصلا كنا بنسميها الكاردينال سيمتوم، اكتر حاجه بيجي بيها سبلينوميجالي، ده دليل اصلا الشخص ده عنده بورتال هايبرتنشن. اوكي بعد كده البيشنت ويز هيستوري اوف هيماتيمسيس، هيستوري اوف هيماتيمسيس الشخص ده معناه انه عنده بيبتيك ألسر، قال لك ان هو يا اما بيبتيك ألسر يا اما اسوفجيال فاريسس، فهو لا قال لك معاه بيبتيك ألسر. بيبتيك ألسر ده كان الدكتور علام بيقول يعني بتيجي في تعمل تندر في الابيجاستريم. يبقى البيبتيك ألسر عامله له هيماتيمسيس، دي بتعمل وجع في الابيجاستريم، بيبتيك ألسر تندر في الابيجاستريم. بعد كده بيشنت ويز هيستوري اوف جوندس، خد كلمة بروريتس معناها المشكلة بيلوري، المشكلة البيلوري هناخد هنعمل ايه؟ الكالاين فوسفاتيز. كاركترستيك فيتشرز اوف جيلبرت سيندروم، قلت فولوينج اكسبت، جماعة جيلبرت اصلا ده كان اوتوزومال دومينانت، ما تقولش ليه اوتوزومال ريسيسيف، لا ده دومينانت. بعد كده كاركترستيك فيتشرز اوف كوليستاتيك جونز انكلود ذا فولوينج اكسبت، الكوليستاتيك جونز اللي هي الابستراكتيف جونز ده بيحصل بعد الكونجيجيشن، اصلا بعد الكونجيجيشن، فاللي هيزيد هو الكونجيجيتد بليروبين مش الانكونجيجيتد. يبقى يكون انكونجيجيتد اللي مش معانا الانكونجيجيتد، لانه اصلا اللي هيزيد هو الكونجيجيتد. the following features are just
extra hepaticolysis rather than viral hepatitis except lower right hypochondrial tenderness. التندرنس اصلا مش حاجه مميزه, يعني هو مش حاجه مميزه. هو بيقول لك الحاجه اللي تفرق الاكسترا هيباتيك كوليستاسيس عن الفيرال هيباتيتس لان الاثنين فيهم تندر يعني, فالتندر مش هيبقى مميز. بعد كده the typical features of type A viral hepatitis, قال لك ان هو type A اصلا repeated by fecal oral route, repeated by fecal oral route, تمام, هو اصلا ال A وال A. بعد كده ان هو اصلا فيكو اورال روت. ذا فولوينج تايب اي فايرال هيباتايتس اكسبت, ان هو اصلا بيقول لك بريزيستنت فيريميا بروديوس بوست هيباتيك سيندروم. جماعه اصلا الهيباتايتس ايه مش بينتقل عن طريق الدم, ده فيكو اورال فمش فيريميا, تمام, ومش بيعمل بوست هيباتيك سيندروم, ده بيخف لوحده يعني, ان شاء الله يعني الكل بيخف. بعد كده سيركيليشن هيباتايتس بي سيرفس انتيجين, انتيجين هيباتيتس بي دي ان اي كلهم ار ان اي ما عدا الهيباتيتس بي. The following are typical features of hepatitis B viral hepatitis except كلهم ايه, معنى absence of progression of chronic hepatitis. الهيباتيتس بي اصلا اكتر حاجه بتعمل كرونيك كرونيسيتي, لا هيباتيتس سي بيعمل كرونيسيتي اكتر, هيباتيتس بي بيعمل كارسينوم اكتر, فما يقول لك ان هو مش بيعمل بروجريشن اصلا, لا هو بيعمل. بعد كده هيباتيتس بي سي هيباتيتس سي ايه اللي غلط, قالك doesn't progress to chronic, لا هو بيروجريس وكل حاجه, مش ايه اللي ايه اللي هيخليه ما بيجر... مش بيروجريس يعني. زي typical features of pulmonary hepatitis failure include the following except, قلنا ان الشخص ده عنده ايه typical features بتاعت الفالمنانت ده اللي هو بيجي يعني acute اللي هو هيباتوس بنيميجلي وأسايت, الهيباتوس بنيميجلي وأسايت مش معانا اللي هما دول بيبقوا في الليفر سيل فيلير, اما لا مش في الفالمنانت, هيباتوس بنيميجلي والأسايتس. بعد كده typical liver function of acute, احنا كنا بنقول لو acute فبيبقى عنده hypoglycemia, لو late لو الموضوع كان late بنلاقي انه عنده hyperglycemia او diabetes, لو كان الموضوع chronic كنا بنقول عليه impaired function اصلا, impaired glucose tolerance, يبقى acute hypoglycemia. بعد كده بنقول the typical features of hepatic cirrhosis include the following except, اللي هو معاه painful splenomegaly, يبقى معاه splenomegaly بس مش painful, يعني هو الشخص اللي عنده liver cirrhosis او ماشي بيبقى عنده splenomegaly لكنه not painful, مش painful splenomegaly. بعد كده which of the following which is true about management of ascites to hepatic cirrhosis, ان انا عندي دلوقتي ascites فانا هحاول اظبط الاسايتس دي نتيجة نقص القلب من, انا حاول اظبط البروتين بتاعي لكن لحد 40 جرام بير دي, لكن اخد بالي برضو لو في انكفالوباسي وكده عشان البرين ماشي, بنا الاسايتس ده هعمل ايه, هشوف البروتين انتيك بتاعه قد ايه واحاول اظبطه اقل حاجه 40 جرام بير دي. بعد كده بيقول لك the following cause of portal hypertension except, يا جماعه مصر كلها عندها فاتي ليفر فمش كلنا هيجي لنا portal hypertension يعني. Complication of portal hypertension include the following except body Sherry syndrome. Body Sherry syndrome ده اصلا بيعمل بيروح على المين فيزلز, كنا بنقول بيروح على المين فيزلز بيقفلها يعني, فمش هو مش complication للبورتال hypertension, هو اصلا ممكن يعمل بورتال hypertension ما هو مش complication. بعد كده which false management of acute variceal bleeding due to hepatic cirrhosis, ايه اللي غلط عن ال variceal bleeding, قالك ان هو ال pharmacological therapy is more effective than variceal banding. بربك قل لي بربك ازاي ال pharmacological therapy احسن من ال band ligation و sclerotherapy. sclerotherapy وال band ligation ده بيجيبوا القاضية يعني كده, اما ال pharmacological ده مجرد بديله بس على مبدا اشوف الاندوسكوب كده الدنيا فيها ايه. بعد كده prevention of recurrent variceal bleeding achievable in all except MO. بص يا جماعه الشخص ده عمال يحصل عنده recurrence مش طبيعي, مش طبيعي ان انا اتدخل المره دي يعني بحاجه فارماكولوجيكال, لا ده اما انا اللي اعمل شنطس اللي هي التبس ديت, يا اما هعمله banding هربطها خالص, يا اما سكيلور سيرابي اللي هو الجلو والزقها وكده, اما مش هديله سوماتوستاتين يعني واقعد اتفرج عليه. لكن primary biliary cirrhosis which is true, او primary biliary cirrhosis ده مرض اصلا مناعي يعني. فبتلاقي ان مش ده معاه استوماليشيا وسيبروزس ممكن يعملوا بالبروجريس بتاع الديزيز ده. The typical features of primary hemochromatosis include all the following except gray skin pigmentation, تمام هو في skin pigmentation لكن هل ده بسبب الفيرتين ديبوزيشن؟ لا يا شباب هو مش بسبب الفيرتين ديبوزيشن, بسبب انه بيحصل اصلا stimulation للميلانين فبالتالي بيديكي بيجمنت كده, مش بسبب الفيرتين يعني. بعد كده الويلسون ديزيز include all the following except
من هالمرة وانت جابت لنا برد. بيقول لك اللي هو good response to treat with iron chelating agent، ان هو الويلسون ديزيز ده بيستجيب مع الايرون كليتنج ايجنت. هو الكليتنج ايجنت دول تقريبا كان الزنك، يعني لو الذاكره بتاعتي ما خانتنيش فمش الايرون. بعد كده زي ما الفيتشرز اوف هوبيتو سيلولار كارسينوما، كل دول ما عدا هنا سيرجيكال ريسكتبل في 50% من الناس. الكارسينوما مش 50% من الناس تتشال يعني. بعد كده بيقول لك البيوجينيك ليفر ابسس ريكوجنايزد كومبليكيشن اوف اول ذا فولوينج اكسبت، يعني هو ممكن الاحظها في ايه، مش ب... يعني وانا مش بلاحظها في الابس في البايوبسي. يبقى انا البايجينيك ليفر ابسس مش ب... مش بتبقى كومبليكيشن للبايوبسي. ماشي، يبقى البايجينيك بايجينيك، بص خد الكلمتين اللي شبه بعض، بايجينيك وبايوبسي، بايجينيك وبايوبسي، بايجينيك وبايوبسي. الجول ستون ريكوجنايزد كومبليكيشن اوف ذا فولوينج اكسبت. الجول ستون ديت اصلا ممكن تبقى كومبليكيشن للحاجات ديت، يعني مثلا واحده اوبيز فبالتالي بتاخد، ممكن البايل يبقى كتير او يحصل له استجنيشن او بريجننسي برضو في كومبريشن، او انها عندها هيموليتيك انيميا فبالتالي عمال يحصل تكسير والبروبين زايد، او ترمينال ايريال ديزيز. اما كرونيك اكتيف هيباتايتس ما يعملش جول ستونز، يبقى الكرونيك اكتيف هيباتايتس ما يعملش جول ستون، كرونيك اكتيف هيباتايتس ما يعملش جول ستونز. زي التيبيكال كلينيكال فيتشرز اوف اكيوت كوليسيستايتس انكلود، الاكيوت كوليسيستايتس اصلا بيبقى موجود فين؟ في رايت هايبوكوندريال، فبيعمل اي هايبوكوندريال تندرنس وبيزيد مع الاسبيريشن. ان كرونيك هيباتايتس، هيباتايتس بي فيروس انفكشن، بريزنس اوف هيباتايتس بي اي الاي الانفلوب ديت معناه ان الموضوع فيه عدوى، اون جوينج فايرال ريبليكيشن. ان بيشنت ويز اسايتس، الشخص اللي عنده اسايتس ده بتلاقي انت عندك بقى ايه، كوليسترول فينز فلو داون وورد توورد الامبليكس، ان هو بتاع السوبيرور فينا كيفا وستراكشن والانترنسيك هيباتيك سيروز، يعني البرت الشانس ديت يعني بتبقى كوليسترول فينس فلو داون وورد توورد الامبليكس. بعد كده اول ذا فولوينج كانسر كيمو كانسر ميتاستاس الليفر، بيروح من، احنا عارفين اصلا ان الليفر مكان الميتاستاس اصلا يعني، فالحاجات دي كلها بتروح تعمل ميتاسس في الليفر. اما مثلا لما تقول البروستات، بصراحه انا فاكره ان البروستات كانت بتعمل اكتر حاجه للبون بتاع الفيرتيبري، فبعملوها من كده يعني. كوجلوباثي ديفلوبينج اوبستراكتيف جوندس ديو تو، او الاوبستراكتيف جوندس قال لك الو اوف تيشو ثرومبوبلاستين، بصراحه مش عارفه ازاي ديت يعني كوجليشن، يعني مثلا كوجليشن ثرومبوبلاستين الموضوع ده حاجه كوجلابيلتي يعني، فانت بتقول لك اللي هو الاكتيفيتي بتاعته ده عمل زي مشاكل في الكوجليشن فبالتالي عمل اوبستراكتيف جوندس. يبقى انا عندي دلوقتي لو اكتيفيتي، لو اكتيفيتي اوف تيشو ثرومبوبلاستين، لو اكتيفيتي اوف تيشو ثرومبوبلاستين، لو اكتيفيتي اوف تيشو ثرومبوبلاستين عملت كوجلابيلتي ادت الى obstructive jaundice. بعد كده بيتشو ثرو ذا بتاع الكونسنتريشن بتاع الكونجيجيتد بالروبين، قالك اللي هو كونسيد موست اوف توتال سيرم بالروبين. هو الكونجيجيتد مش توتال، يعني الكونجيجيتد مش بيمثل الجزء او معظم السيرم بالروبين. ايه الـ ايه الـ ايه ده وانا بقول غلط ليه؟ which is true، ايه اللي صح؟ ان الكونسنتريشن بتاع الكونجيجيتد بالروبين، الكونسنتريشن بتاع الكونجيجيتد بيمثل معظم التوتال سيرم بالروبين، يعني الكونجيجيتد قريب من التوتال. سوري على الهبد اللي انا بهبده. بعد كده ذا هيباتيك انكفالوباسي ان سيروزس تبقى الهيبوبسيتيد ذا فولونج اكسبت، خدها لاكتوز. مش عارفه هتسالني ايه لاكتوز، اقول لك والله ما اعرف. بعد كده يبقى ايه اللاكتوز ثيرابي. بعد كده ذا هيبات ورينال سيندروم ان سيروز كاركترايزد باي يورينري صوديوم كونسنتريشن، واحنا اصلا الليفر والكدني ما بينهم اصلا طريق كده، فالموضوع يعني ان هما بيظبطوا مع بعض. فانت دلوقتي اصلا الكدني المسؤول عن الاكسكريشن وكده، فانت عندك تلاقي ان الكونسنتريشن بتاع اليورينري صوديوم اقل من 10، يبقى الهيبات ورينال سيروز بتميز اليورينري صوديوم كونسنتريشن اقل من 10، يورينري صوديوم اقل من 10. بعد كده ذا تيبيكال فيتشرز اوف بايوجينيك ليفر او كلود اكسبت، ما عدا ايه البايوجينيك ليفر بقى كل دول، ما عدا ان هو بيعمل اوبستراكتيف جوندس ويت لوس. ليه الاوبستراكتيف جوندس ويت لوس دول ايه؟ الاوبستراكتيف جوندس ويت لوس ده غالبا يعني كان بكانسر في هيدف بنكرياس او اي ماس تبقى ضاغطه على الجول بلادر، عملت اوبستراكشن فعملت فيها جوندس وعملت ويت لوس لانها كانسر وكده. اما مش ديت بايوجينيك ليفر ابسس، يبقى البايوجينيك ليفر ابسس مش بسبب اوبستراكتيف، مش اوبستراكتيف جوندس ولا ويت لوس. بعد كده ذا موست كوليستاتومي سيندروم كاركترستيك كاركترستيك اسوشيتد ويز ذا فولوينج اكسبت، بيعمل ديسفانكشن في السفنكتر الفقودي، يعني الشخص ده عمل كوليستاتومي، عمل شايل البتاع خالص الجول بلادر خالص، فده ما يعملش اسوشيشن مع السفنكتر بتاع الاودي، مش بيعمل يعني ديسفانكشن السفنكتر بتاع الاودي. بعد كده كايسر فليش كارسينج ديت معروف، فليش كارسينج رينج دي معروف انها الكبر، كبر بيحصل له ديسمنت فين؟ في الديسمنت ميمبرين. يبقى كبر بيعمل كسر فليش رينج في
الديسم تمرين. Which of the following regarding him chromatosis قالك ان هو بيؤدي الى هايبوجوناديزم بسبب ديفيجن التست؟ لا يا جماعه مش بسبب ديفيجن التست، بسبب اصلا ان هو بيعمل مشاكل على البيتوتري، فالبيتوتري مش بتطلع الهرمونز بتاعتها فبيحصل هايبوجوناديزم. Regarding السؤال اللي بعده بقى regarding non alcoholic hepatitis نقول ار ترو اكسبت ان هو جلوكوكورتيكويد هيلب كيور. يعني الجلوكوكورتيكويد هتساعد في ايه؟ مش انفلاميشن، الموضوع اكبر من كده بكتير. يبقى الجلوكوكورتيكويد مش هتساعد. ما تكونش في الفولوينج داز نوت جيف رايز تو هيماتيمسيس. تعال بص كده على الحاجات واستبعده. الكارسينوما في ستومك يعمل هيماتيمسيس، ديودينال فيرتيكولي دي يعمل هيماتيمسيس، ميرز ويري سيندروم برضه يعمل هيماتيمسيس. اما السوماتوستاتينوما دي مش بتعمل هيماتيمسيس، السوماتوستاتينوما مش بتعمل هيماتيمسيس. نورمال بورتر فينس بريشر من 7 ل 10، كنا بنقول اصلا بورتر هايبرتنشن ما يكون اكتر من 12، يبقى نورمال من 7 ل 10. اندوسكوبيك ريتروجريد كولنجيوجرافي كولنجيو بنكرياتوجرافي has the advantages except انه بيعمل ايه؟ best visualization of cystic duct. وانا اصلا انا عامله عشان اشوف الجول بلادر والبنكرياس، فهو مش بيديني البست فيجواليزيشن في cystic duct. يبقى الاندوسكوبك ريتروجريد كولانجيو بنكرياتوجرافي اللي هي الاي ار سي بي ديت كويسه كل حاجه، لكن مش بقدر اشوف من خلالها cystic duct. best visualization of cystic duct لا مش هي. بعد كده which is not true so for the definition of liver cirrhosis concerned فاتي انفلتريشن، هو مش فيه فاتي انفلتريشن. يعني يبقى احنا اصلا ال السيروزس كنا هنقول اول حاجه بيحصل ديجنريشن، بعد كده بيحصل فايبروزس، بعد كده بيحصل ريجنريشن. اما الفاتي انفلتريشن مش معانا، مش في السيروزس، ده بيبقى شرانكن وفايبروزد مش فاتي خالص. يعني all cause of كايلوس كايلوس اسايتس اكسبت اللي هو الثرومبوس والميزنتريك ارتي، كنا بنقول اصلا ان هو في الثوركس. يبقى الكول كوز بتاعت الكيلوس اسايتس ديت اللي هو الثرومبوزس في الميزنتريك، لا مش ثرومبوزس في الميزنتريك، ممكن مالجنسي، ممكن تيوبركلوزس، ممكن فيلارياسيس، اما الثرومبوز مش في الميزنتريك. بعد كده هيباتيك اموبيسس الاميبا بقت بالحاجات دي اسوشيت وزول اكسبت اللي هو الجونز بريزنت ويز ماجوريتي. جماعه بصراحه الحاجات دي ما ذكرتهاش، فتعال نقولها مع بعض وخلاص. يعني مثلا اميبا ماجوريتي، اميبا 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 ماجوريتي، اميبا ماجوريتي، هيباتيك اميبا اسوشيت ويز ايه؟ كل دول ما عدا الجونز بريزنت ويز ايه؟ ماجوريتي. acute tender liver is found all except اللي هو الهيمانجيوما of liver. acute tender liver الليفر بيوجع في كله ما عدا الهيمانجيوما، الليفر بيوجع في كله ما عدا الهيمانجيوما. دي كنا متهيألي بس ما كان حاجة شبه كده في موديول الجراحة. يبقى هنقول acute tender liver is found all except هيمانجيوما، هيمانجيوما مش بتوجع، مش بتوجع. بعد كده the following may كل دول ممكن يؤدوا الى chronic active hepatitis ما عدا، بص خد كلمة السي بتاعت chronic captobrel، chronic captobrel، chronic captobrel، chronic captobrel. بعد كده flapping tremor is not fun. خلينا متفقين ان الفلابنج تريمور ده بيجي كفيلير، يعني هو بدلاله ان الموضوع فيلير مني خالص. فيلير اللي هو قلت لك هيباتسيلر فيلير، سيفير هارت فيلير، هيبنوتيك بايزنج، اما مش الانتراكرينيال تنشن زايد يعمل لي فلابنج تريمورز. Which of the following statement about pulmonary manifestation of liver disease is incorrect؟ اللي مش صح، قالك ان البيشنت وزيباته بالمونري سيندروم بيتميزوا انه decrease oxygen saturation when going from sitting to lying. ان البيشنت اللي هم اللي معاهم هيباتو بالمونري سيندروم عندهم decreased O2 saturation لما يجوا يقعدوا او lying. يعني بعد كده بيقول the which of the presence which of the following antibodies indicate probable immunity. immunity يعني هو خف تعافى، يبقى antibodies يبقى ايه؟ antihepatitis B surface، antihepatitis B surface antibodies، antihepatitis B surface surface. بعد كده which one of the following is not space occupying called occupy amyloid. all the following present hepatic coma except استريكسز. عارفين الناس مش عارفه بصراحه اعملها ازاي استريكسز. يبقى هو بيقول لك ايه الهيباتيك كوما؟ كل دول بيعملوا هيباتيك كوما ما عدا الاستريكسز، الناس اللي هم بياخدوا ستروكس والحاجات ديت، فخدوا الكلمه شبهها بصراحه. بعد كده كومونست فورم اوف هيباتيك تي بي البت ميرا، البت ميرا هي الكومون، ميرا ميلر ميلري 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 توبركلوزس هيباتيك تيبركلوز هو الميلري، هيباتيك تيبركلوز هو الميلري الموست كومون. which of the following surgeries related to severe hepatocellular dysfunction hepatocellular dysfunction هو الفاجوتومي، عشان الفيجاس كده وبتاع. يعني هو اكتر surgery related to severe vagotomy severe hepatocellular dysfunction هو الفاجوتومي.
which is following infection you commonly produce hepatic granuloma اللي هو البرسيلا ابورتس. برسيلا ابورتس اكتر حاجة تعمل ايه؟ hepatic granuloma. which of the following infection commonly produce hepatic granuloma البرسيلا ابورتس. بعد كده يقول لك chronic active hepatitis may have all the following except الكورنيك. اه كنا احنا اصلا اللي هو الكورنيك اكتيف هيباتايتس ممكن يعمل كل ده ما عدا الهيماتيمسيس. يبقى احنا كنا بنقول الكورنيك اكتيف هيباتايتس ما كنا بنقول ما بيعملش بورتال هايبرتنشن يعني ما بيعملش هيماتيمسيس. يبقى كورنيك اكتيف هيباتايتس ما يعملش هيماتيمسيس. كورونيك اكتيف هيباتايتس ما يعملش هيماتيمسيس. which is هالوسان induced هيباتايتس. هالوسان اللي حاجه ايه؟ بريفرال ايسينوفيليا بقى. يبقى الهالوسان induced هيباتايتس لو بريفرال ايسينوفيليا. مش عارفه بس برضه نعملها ازاي. هالوسان ايسينوفيليا. هالوسان ايسينوفيليا. هالوسان هالوسان ايسينو ايسينوفيليا. هالوسان ايسينوفيليا ممكن نعملها كده يعني. المايكرو اورجانيزم المسؤول عن الكولنجايتس كومون. اكتر حاجه كومون اصلا عندنا يعني الايكولاي وخلاص. وينجز اقول ذا فولوينج فيتشرز اوف هيباتوسيلولار فيلير اكسبت. كنا لسه بنقول نفس السؤال تقريبا واخترنا هيماتيمسيس. اللي قلنا هيماتيمسيس في حتتين. استنى بقى قلنا الكورنيك اكتيف هيباتايتس. كورنيك اكتيف هيباتايتس بيعمل كل دول ما عدا الهيماتيمسيس. قلنا الكورنيك اكتيف هيباتايتس بيعمل كل دول ما عدا الهيماتيمسيس. رجعنا قلنا كل الحاجات دي بتاعت هيباتوسيلولار فيلير ما عدا الهيماتيمسيس. يبقى كل الحاجات دي بتاعت هيباتوس تعمل هيباتوسيلولار فيلير فيتشرز اوف هيباتوسيلولار فيلير معنى الا الهيماتيمسيس والكورنيك اكتيف هيباتايتس اول ذا فولوينج ما عدا الهيماتيمسيس برضه. بعد كده سيروم بيشنت كونتين انتي هيباتايتس. انتي هيباتيتس بي سيرفيس معناها ان هو خف ان هو كان خلاص فاكسينيت خد العدوى وخف يعني فاكسينيتد. مينيمال فري فلويد. اه بالنسبه لموضوع الاسايتس ما احنا كنا بنقول ممكن يكون موضوع مينيمال او مايلد او مودريت او حتى تنس اسايتس. المينيمال دي 30. المينيمال 30 بعد كده اللي انا بعمل له شيفتنج دالنس ديت المودريت يعني اللي انا بعمل له شيفتنج دالنس بنشوفها في الراوندات دلوقتي من 500,000. الشيفتنج دالنس من 500,000. اما المينيمال اللي هي لازم اعملها التراسونوجرافي. مينيمال انا مش عارف اعمل معاها حاجه. جيت جربتها النيل وبوزيشن برضو مش نافع خلاص هضطر ان انا اشوفها بالسونار اللي بتاع حوالي 30 مللي. اما اللي انا بعملها الشيفتنج دالنس ديت اللي بقلب البيشن ديت اللي هي 500,000. بعد كده انت فولنج بروديوس ديب جونز مع الايه الجلوكوزيت فوسفيت دي هيدروجين دي هيدروجينيز ديفيشنسي. احفظوها كده بقى وخلاص يعني واحنا مش السؤال ده مش متكرر تاني. بعد كده which is not extra hepatic manifestation of hepatitis B virus infection. ايه اللي مش extra hepatic بتاعت virus infection اللي هو fibrosing alveolitis. بصراحة مش عارفة اقولها ازاي بصراحة يعني. بعد كده احفظوها كده وخلاص. يبقى ايه which is not extra hepatic والfibrosing alveolitis. common cause of portal hypertension is cirrhosis. بسيطة يعني ديت الحمد لله مو سؤال مباشر هو cirrhosis. most consistent clinical finding of hemochromatosis الهيباتوميجالي. تمام اصلا بيأثر على الليفر اكتر حاجة. definitive test for diagnosis of hemochromatosis اللي هو بعمل ليفر بيوبسي عشان اشوف لو في deposition للايرن وكده. commonest cause of post transfusion hepatitis اه الناس اللي بينقلوا الدم والحاجات دي اكتر مشكلة ممكن تحصل معاهم ان هما يحصل لهم hepatitis C اتنين لهم العدوى. characteristic of ويلسون except. بصوا يا جماعة الويلسون ده بتاع الايه الكبر اللي هو النحاس. فاحنا هناخد ايه؟ نحاس سنسوري. نحاس سنسوري. نحاس سنسوري يبقى الاكسبت سنسوري. بعد كده ابسوليوت كونترا انديكيشن اوف ليفر بايبسي اوف هيمانجيوما. كنا قلنا قبل كده كلمتين عن الهيمانجيوما ان هي مش بتوجع. الهيمانجيوما ما كانتش بتوجع. الهيمانجيوما مش بتوجع. الهيمانجيوما كونترا انديكيشن بالنسبه لي ان انا اخد منها بايوبسي. يبقى كونترا انديكيشن ناخد منها بايوبسي. which is true about liopoid hepatitis low high risk of developing hematoma. هيباتوما liopoid hepatitis ده high risk of developing hematoma. ليوبويد ليوبويد هيباتايتس هاي ريسك اوف ديفلوبينج هيباتوما. اكيوت فايرال هيباتايتس مي ديفلوب ذا فولوينج اكسبت الهربس زوستر. خلينا الهربس زوستر الحزام الناري فمش هيعمل فايرال هيباتايتس يعني يا جماعه. بعد كده كمان اورجانيزم كوزنج بايوجينيك ليفر ليكولاي. احنا قلنا ليكولاي ده صاحبنا ومننا ومننا وعلينا. بعد كده بيقول لك الراجل دوت يعني عنده ليفر ديزيز سكندري هيباتايتس بي انفيكشن. وبعدين هي لقينا ان هو مش كويس انويل
والهيموجلوبين ليفل بتاعه عمال يزيد، فانا شاكك ان هو يكون عنده تيومر، لان الهيباتيتس بي اصلا بيعمل نوديولز وبيدخلني في ماس او بيدخلني في باتسورا كارسينوما، فانا هعمل له ايه؟ تيومر ماركر اللي هو الفا فيتو بروتين. 33 سنة، راجل يعني ما خدش فاكسينيشن قبل كده، لكننا محللنا له لان عنده هيباتيتس بي سيرفيس، لان ان هو السيرفيس انتيبوديز موجودة، هو ما لقيناش انتيجين لكن لقينا انتي بودي، معناه ان هو خد عدوى وخف يعني الحمد لله. previous hepatitis B infection a 30 year old man. دوت بقى جاي يا سيدي معايا hepatitis B surface antigen وال ALT عليه والحاجات دي عاليين. المهم ان انا عايز اديله oral antiviral، فهديله ايه؟ احطيه على التابلت. تسلمي، حطيه هنا برضه على الكتاب. تسلمي يا لوك. هتنزل بعد كده معايا ادي اللي هو اديله انتي فاير، يبقى اديله ادي فوفير. بعد كده بيقول لك ايه؟ 34 year old female. الفيميل ديت المهم يعني ان هي كانت بيقول لك في وسط البتاع كده انها بتاخد اورال اند كونتراسبتيف، فانا خليها تبطل الاورال كونتراسبتيف دي بس. 52 year old male جه معاه كرونيك هيباتايتس بقى، مش عارف معاها طلع ان هو عنده ماس، الماس ديت في الرايت ابر بالبو بالماس في الرايت ابر كوادرنت، فالماس دي هنعملها ايه؟ قال لك انا هعملها كل ده ما عدا ان انا اعملها سيستميك كيموثيرابي، يعني مش همشي سيستميك، سيستميك كيموثيرابي لا، يبقى كل حاجه يا اما ريفيرال اعمل له سيرجيكال ريسكشن اشيلها، يا اما راديو فريكوانسي ابليشن على قدها بس، يا اما ليفر ترانسبلانتيشن، يا اما كيمو موبيلايزيشن. بس الكيموثيرابي على الجسم كله كده سيستميك كده كتير قوي، يبقى سيستميك كيموثيرابي ده صعب. بعد كده بيقول لك ان انت عندك دلوقتي بيشنت جالك بفاتيج واليورين بتاعه تي كولرد والفيزيكال اكزامينشن ريفيل جوندس، عنده جوندس بقى وتندر هيباتوميجالي، وبعدين ان ريماركبل بات اذروايز ان ريماركبل لابوراتوريز ار ريماركبل فور اسبارتيت، لان الاس تي عالي والALT والالكالين فوسفاتيز التوتال بالروبن عالي برضو. دوت بقى بيقول لك واز ليست لايكلي، واحنا اصلا اكتر حاجه كومون في ايجيبت يعني وكده، هناخد الهيباتيتس سي. بعد كده 41 يير اولد فيميل، الفيميل ديت لانها جايه عندها جوندس وبعد كده معاها بروريتس، المشكله في البرايمري بيلوري سيروزس كده اندر كيرين شي نايز، فانا عايز اشوف ايه؟ عايز اشوف البتاع اللي اسمها اللي او عنده اوبستراكشن، عايز اشوف البايل دكت، عايز اشوف الجول بلادر وكده. فهو بيقول لي هعمل له اندوسكوبيك ريتروجريد كولينجيو بكتيريوجرافي، اندوسكوبيك ريتروجريد كولينجيو بكتيريوجرافي، اندوسكوبيك ريتروجريد كولينجيو بكتيريوجرافي. بعد كده بيقول لك ايه؟ 40 سنة، عامل، بيجي عنده ابر جسترو انتستاينال هيموراج، بينزف مع بقى سبلونوميجالي، بقى عنده اصلا ايه؟ اسوفيجيال فاريسس. بعد كده بيقول لك ان البيشنت معاه برايمري بيلاري سيروزس، ده مرض اوتو اميون، وقلنا قبل كده ان الاميون جلوبولين ام ده حاجه ريسنت، فاحنا هناخد كلمه برايمري كانها ايه؟ كانها ريسنت يعني، يبقى اميون جلوبولين ام. بعد كده بيقول لك ان هو الشخص ده جاي معاه فيها كلمه هنا سكين ابير برونز، سكين ابير برونز عم جمال عبد الناصر، فاحنا هنعمله ايه؟ هيموكروماتوزس. بعد كده بيقول لك 52 سنة، تشاينيز، تشاينيز مان، بتصير معاها هيباتيتس بي، هيباتيتس بي بقى مع عمل ابدومينال بين وفي اسايتس، قال لك بقى ان هو عنده لارج ليفر، فانا هخاف ان هو يعمل بتصير كارسينوم، لان الهيباتيتس بي اكتر حاجه بتعمل بتصير كارسينوم. 46 سنة، 46 سنة ومن بصوا هناخد هنا ايه؟ 46 سنة، جت معاها اسايتس وسيفير ابدومينال بين، عملنا دوبلر لان هي عندها هيباتيك فين ثرومبوزس، يعني ده برضو ده اللي عامل اسايتس. ريبيت تي كولرد يورين جوندس هي في مش عارف في المورنينج، ريكورنت ورسنينج ابدومينال بين، اون فرذر ايفالويشن تي هاز انديكتبل سيرم هيبتوجلوبين evaluation of serum lactase dehydrogenase لان انا عندها هيموجلوبينوريا. المهم يعني احنا هنعمل ايه؟ عندها حاجه اسمها بروكسيمال نوكتورنال هيموجلوبينوريا، هناخدها ازاي؟ احنا لقينا هنا كلمه مورنينج انها بتبقى موجوده في particularly في المورنينج يعني كده، ولكن الهيموجلوبينوريا ديت elevated مع الليكوسايتس وبتاع، فاحنا الحاجه ديت النوكتورنال هيموجلوبينوريا. بعد كده بيقول لك الومن نو ميديكيشن، ما خدتش مش بتاخد دواء، وعندها ريجيديتي وتريمرز وان كوردينيشن وهيباتايتس وبتاع، دي مع سيروزس.
بعد كده قلنا ان ديت 33 سنة لان عندها هيباتيتس بي سيرفس انتيجين نيجاتيف، لكن الانتي بودي موجود معناها انها previous hepatitis infection. بعد كده بنقول ان هو اللي عنده مشكلة في الـ قبل الكونجيوجيشن، الكونجيوجيتد هو اللي زايد، فالمشكلة هنا في الري ابتيك، مين ري ابتيك اللي هو الجليبرت سندروم، كنا قلنا ان هو اوتوزومال دوميننت. بعد كده بنقول ان احنا عندنا الست ديت اللي بتاع تشاينا ده عنده فيروس بي، فاحنا دلوقتي انا شاك ان هو يكون عنده تيومر، فعملوا تيومر مارك اللي هو الالفا فيتو بروتين. بعد كده بنقول اللي جاي لونج هيستوري اوف الكحول، بقاله كتير بيشرب الكحول ومعاه اسايتس سي اكسبيرينج ويز مايلد ابدومينال ديسكمفورت ونوزيا واسايتس وبتاع، فبيقول لك ان القلب من اكتر من واحد واحد، يعني لو السيرم اسايتس قلبي من اكتر من واحد واحد. بعد كده بيقول لك 64 year old woman develop sudden onset abdominal discomfort مرة واحدة كده large meal بعد وجبة جامدة. بعد كده the pain is constant مستمر localized in the gastric area radiating to her right scapula. فبعد كده بيقول لك ان هي قعدت بقى تفومت وعندها بقى الموضوع بقى بدأ يقل بعدها بساعة. ف المهم بيقول لك يعني الالترا ساوند اوف ابدومين ريفيل دايليتد كومن بايل داكت سكندري بايل ستون لان عندها ستون. ذا فولونج ريجاردنج كومن بايل داكت ستون از موست لايكلي، دي قالك هي ممكن تكون بينلس لكن هي جت عندها بينفول يعني، يبقى ديت الستون ممكن تبقى بينلس عادي على حسب حجمها على حسب مكانها بالظبط. بعد كده بيقول لك 25 سنة previous main experience fatigue وماليز 1 week ago he has a viral type illness مع بقى مايالجيا ومع فيفر، ده كله تكسير هيموليسيس. والفايل ده فيها قد ايه بقى؟ بعد كده بنقول 42 سنة previous well woman، الست ديت كان عندها بروريتس، بروريتس ديت يعني معناها انها عندها برايمري بيلوري سيروزس، برايمري بيلوري سيروزس ده مرض مناعي، مرض مناعي يبقى انتي ميتوكوندريال انتي بوديز ديت اللي هطلبها، وده كنا خدناه قبل كده برضو في الام سي كيو كده. 50 سنة مان وومن، الست عندها 50 سنة برضو عندها بروريتس نفس الفكرة انتي ميتوكوندريال انتي بوديز. 24 سنة بقى مان عنده ايموشنال لايبيلتي and جوندس بعد كده بيقول لك ان هو عمل لاب هيموجلوبين ولقيناه 10 والتوتال بالروبين كان عالي 8 والدايركت فراكشن 2 و2 مش عارف ايه. فالمهم ده هنعمله ايه؟ ده هنحجزه اللي هو ادميتد اند هاف، المفروض يكون ادميتد و 24 اور يورين كبر اسي. بعد كده بيقول لك البيشنت بقى عنده هباتيتس سي، فاحنا هنشوف الهباتيتس سي ار ان اي بي سي ار، بس يعني نشوف نحلل سي نعمل بي سي ار وخلاص. بعد كده 46 سنة هيستوري اوف سيروزس، الكيس دي الدكتورة كانت جابت تباين بروت باي هيز وايف بيكوز شي هاز اكتنج سترينجلي، هو كان بيتصرف بغرابة هي ديس اورينتد، اصلا شكله عنده البرين ده يعني الموضوع راح البرين. ديس اورينتد اتاكسيك اند لارج سبيتش هايبر ريفلكسد ويز وايت اي ار بي سيز كانت عالية والهيماتوكريت كواجيليشن تايمز اليفيتد طبعا والامونيا ليفل از نورمال. ممكن بيقولك بس ستمنت از كوريكت نعمل ايه؟ شي شود جيف تريتد باي لو بروتين دايت اند لاكتوز، بور لو بروتين دايت عشان اصلا الليفر مات خلاص، لو بروتين دايت اند لاكتوز. جماعة بس كده يعني اتمنى ان انا اكون سهلت الموضوع شوية والله، يعني انا عارفة ان هو مش احسن حاجة ولا خالص يعني خالص، لكن بحاول بدل ما اعمل مع نفسي فكذا حد سألني او طلب من ان احنا نعمله كده فقلت ندردش سوا مع بعض يعني وكده. بس اتمنى تدعوا لي بقى عشان كل مره بجيب درجات بتضايقني بصراحه، بس يعني دعواتكم بقى الموضوع يعدي على خير وما اتضايقش تاني.